بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجنا الأسبوعي المتجدد الملاحم في بلاد الشام في الحلقة الماضية تكلمنا عن معركة اليرموك الملحمة الكبرى التي كانت بداية لتاريخ جديد في بلاد الشام حيث تم القضاء على الدولة البيزنطية في بلاد الشام تكلمنا عن جزء منها وفي هذه الحلقة سنكمل ما بدأنا به عن معركة اليرموك في تلك المعركة وصلنا إلى إحصار الروم في الواقوصة القسم الجنوبي من نهر اليرموك وهو على تل مرتفع جدا حيث وقع في هذا المكان ما يزيد عن 120 ألف من الروم ولذلك قال عمرو بن العاص ما حصر قوم فرأوا الخير الا وجاء بشر عليهم اي على من حصروا. آه في هذه الحلقه تقدم احد قاده الروم واسمه آه جورجا الى خالد بن الوليد فقال له عندما اقترب منه قال يا خالد ان الحر لا يكذب اصدقني القول فبدا يتكلم معه عن الاسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طبيعة المسلمين وخالد يجيبه بكل صراحة عن الإسلام لأن المسلم لا يكذب كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المسلم جبانا قال نعم أيكون المسلم بخيلا قال نعم أيكون المسلم كذابا قال لا فبدأ يتكلم له عن الإسلام فما كان من جرجة إلا أن اعتنق الإسلام فقال علمني الاسلام لخالد بن الوليد فعلمه الاسلام هذا كله لحد الان في مقدمه المعركه اليوم الرابع اللي هو يوم التعوير آه الذي آه عورت فيه 700 عين من عيون المسلمين في هذه المعركه اليوم الرابع اللي هي تعتبر قتل فيها غالب قاده الروم ملوك الروم قتلوا في هذا اليوم الرابع يوم التعوير اللي تم قتل ما يقارب أربعين ألف جندي من الروم المعركة اليوم الرابع اللي هو يوم معركة الحشم المعركة الفاصلة في معركة اليرموك التي استمرت أيام وبفضل الله عز وجل كان النصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك قال جورج لخالد بن الوليد علمني الإسلام فعلمه وانحنى به جانب فأخذ آه شيء من الماء فصبه على جسده لانه من شروط الاسلام آه صحه اللي آه هو آه ان يغتسل حتى يصلي لانه قد يكون جنبا قد يكون غير طاهر فلما اغتسل بدا جورج يقاتل في سبيل الله عز وجل حتى مات شهيدا وهو لم يركع لله ركعه ما ركع ولا ركعه لكن الايمان دخل في قلبه وعندما دخل في قلبه حمل سيفه وقاتل بني جلدة بني قومه حتى مات شهيدا كما حصل مع الشهيد الآخر الذي مات في غزوة خيبر العبد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يركع لله ركعة وقد رأى عند, رأى عند رأسه ثنتين من الحور العين هذه آية من آيات الله الإيمان عندما يدخل القلوب يحولها يتحول الانسان من انسان مجرم الى انسان صالح من انسان سلبي الى انسان ايجابي من انسان يعيش الوهم الى انسان يعيش الحقيقه هذا ما حصل مع جورج عندما اسلم ودخل وان شاء الله هو من الشهداء والاسلام يجب ما قبله وهكذا كان شعار المسلمين في هذا اليوم آه يا محمد امتك امتك والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لامته وهو في قبره وعند الصراط يدعو لامته اللهم سلم امتي امتي هذا شعار المسلمين لكن ايها الاخوه انظروا الى العرب العرب عندما يشرون الى الروم كما هو حالنا الان يعني لا فرق بين جبل بن الايهم الذي تآمر مع الروم على بني جلدته مع ما يحصل الآن من العرب عندما يتآمرون على بني جلدتهم وعلى بني دينهم مع أعداء الله عز وجل ماذا يقول جبل بن الأيهم الغسان وهو عربي من العرب لست أعرف وراءكم جيشا غير هذا الجيش ولا من ينصركم غيره يعني أنتم لحالكم أربعين ألف كان عدد المسلمين أربعين ألف ما في إلا الأربعين ألف لا مدد ولا قوة ولا أناس يأتون إليكم لكن انظروا إلى قادة أمة محمد عليه السلام يقف عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت يقول كذبت يا عدو الله استعلاء الإيمان قوة الإيمان التوكل على الله الاستمداد القوة من الله عز وجل قال له كذبت يا عدو الله ان يا ابن الايهم وان وراءنا رجالا انجادا ابطالا اشداء يرون الموت مغنما والحياه مغرما كل واحد منهم يلقى جيشا حافلا يا ويلك بخاطب جبل بن الايهم انسيت عليا وسطوته علي بن ابي طالب اللي في غزوه خيبر اللي حمل الباب كترس اللي بده مجموعة حتى يحملوه أنسيت علياً وسطوته أنسيت عمر بن الخطاب وشدته أنسيت العباس وطلعته أنسيت الزبير مع ما يجتمع إليه من جند المسلمين في مكة والمدينة والطائف واليمن واليمن وغير ذلك فعرض عليه يعني عباده بن الصامت لانه احنا مطلوب مننا كمسلمين ان نعرض فعرض عليه الاسلام او الجزيه او القتال فابى الاسلام وابى دفع الجزيه ورضي بالقتال هذا على مستوى كلها كانت مقدمات لليوم الرابع اللي هو يوم التعوير يوم حاسم لكن أنا أريد أيها الإخوة والأخوات أن أذكر بعضا من النماذج نماذج أمة محمد عليه السلام رجالا ونساء هذه الأمة ولادة هذه الأمة أمة خير هذه الأمة لا تموت الأمم الأخرى تموت لكن أمة محمد عليه السلام لا تموت خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أما المسلمين بثوب خلق في يوم المعركة ثوب واحد إمام قائد من القادة عظيم من عظماء الأمة باستطاعته أن يلبس الحرير باستطاعته أن يلبس ملابس من الذهب ولكنه كان مثله مثل أي جند من جنود المسلمين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقد قلن سوته الطاقية التي يضعها على رأسه فأمر المسلمين أن يبحثوا له عنها خالقة ليس فيها فلما بحثوا عنها وجدوها فقيل له إنها يعني بالية قال هذه القلنسوة فيها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء النبي عليه السلام حلق رأسه جز ناصيته فأخذ خالد بن الوليد من ناصية النبي عليه الصلاة والسلام شعر ووضعها في قلنسوته فكان لا يدخل معركة من المعارك الا ونصره الله لانه سيف الله المسلول وسيف الله لا يكسر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اسماء بنت يزيد بن السكن ابنه عم معاذ بن الجبل هذه المراه يوم ال... يوم معركه اليرموك قتلت تسعه من الروم بعمود الخيمه الفسطاط امراه الوحده تعد الامه هذه النساء لم تكن رقاصه هذه المراه لم يكن هدفها الدنيا والمكياج وحطام الدنيا الزائل كان هدفها الجهاد واعلاء كلمه الله عز وجل تسعه من الروم بعمود خيمه تقتلهم هذه المراه اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها في هذه المعركه ثلاثه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اصيبوا بالجروح وكما نعلم ان الذي يصاب بالجروح ينزف والنزيف بحاجه الى تعويض الى الدم فطلب احدهم كاسا من الماء من ابن عمه لما قرب الماء اليه راى واحد اخر من الصحابه يريد الماء قال اعطه لاخي الثاني قبل ان يشرب واذا بثالث قال اعطه لاخي الثالث ذهب الى الثالث فوجده قد مات عاد الى الثاني فوجده مات عاد الى الاول فوجده مات واحد هؤلاء هو ابو سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنه هذا يدلنا على الإيثار كيف أن المسلم يؤثر, يؤثر أخيه على نفسه هذه قمة من القمم قيل للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ألا تحمل على هؤلاء وزبير معروف الآن من العشر المبشرين بالجنة الزبير محارب من المحاربين الأشداء فحمل عليهم فضرب على عاتقه بضربتين حتى كان يوضع ابنه بقول واحد والدي اصيب بضربه في عاتقه في غزوه بدر والثانيه في غزوه اليرموك فكنت اضع يدي فيها العب فيها يعني بمحل ضربه السيف هؤلاء هم قادتنا هؤلاء الذين سطروا التاريخ هؤلاء الذين رفعوا شان الامه هؤلاء الذين ما دخلوا بارا من البارات ولا حانه من الحانات. هؤلاء القاده الذين ما عرفوا للخيانه سبيلا ولا طريقا انما كانت همهم كان همهم امتهم، كان همهم دينهم، كان همهم ارضاء ربهم عز وجل. سيدنا ابو هريره الذي جاء من اليمن والذي اسلم متاخرا. هذا الرجل ابو هريره هز سيفه وبدأ يهز رايته ورايته يحرض قومه على القتال ويقول ايها الناس سارعوا الى معانقه الحور العين وفي جوار رب العالمين وما من موطن احب الى الله عز وجل من هذا الموطن الا وان الصابرين قد فضلهم الله على غيرهم الذين لم يشهدوا مشهدهم الصابرين كما ذكر القران انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب انظروا الى النساء مواقف رائعه من مواقف النساء كانت النساء المسلمات في معركه اليرموك تمسح الدم عن وجه زوجها وعن جسد زوجها وتقول له بمروطهن يعني بثوبها بثوبها وتقول لهم ابشر يا ولي الله بالجنه ابشر يا ولي الله المراه بتشجع زوجها لم تولول لم تصرخ لم تصيح هذه تربيه النبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء النسوه اللواتي الواحده منهن تعدل امه في عصرنا الحاضر قالت ابنه العاص ابن منبه للرجال قبح الله وجه رجل يفر عن حليلته يعني عن زوجته هند زوجه ابو سفيان رضي الله تعالى عنها يوم من الايام فر في ذلك اليوم فر ابو سفيان يعني انهزم فمسكت ضربت وجه دابته وقالت له عد كفر عن خطاياك كفر عن العداء الذي عاديته النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلامك هذه كانت زوجه ابو سفيان رضي الله تعالى عنه في هذا ام حكيم كانت تصيح يا معاشر العرب احصد الغلف بالسيوف احصد الغلف يعني اذبحوهم الغلف اللي قلوبهم مغلقه ويقال لغير المختون اغلف وقالوا قلوبنا غلف يعني مغلقه هؤلاء اللي هم الروم اذن اليوم الرابع معركه التعوير كانت المعركه الفاصله وسموها التعوير من العور لان الروم استخدموا اكبر عدد ممكن من الرماة في ذلك اليوم عندهم معركه حياه او موت لكن الله عز وجل نصر امه محمد صلى الله عليه وسلم وعور سبعمائه من اصحاب النبي عليه السلام ومن المسلمين لكن بالمقابل قتل اربعين الفا من الروم ايها الاخوه والاخوات الى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك أيها الأخوة والأخوات، يقف هرقل بعد انتصار المسلمين الساحق في معركة اليرموك، يقف هرقل عندما وصل إلى حدود بلاد الشام، وهو يقول بصوت حزين: تحية لك يا بلاد، تحية لك يا بلاد الشام، ووداعا فلن يعود إليك الروم أبدا إلا في خشية ما أجملها من بلاد اتركها للعدو، وحقيقه لم يدخل الروم بلاد الشام الا على خشيه المعارك معارك الصليبيين التي سنتكلم عنها في الحلقات القادمه باذن الله عز وجل دخلوها على خشيه ومكثوا على خشيه وخرجوا منها على خوف اتركها للعدو والمقصود هنا العدو المسلمين لاننا نحن اعداء لهم وهم اعداء لنا أيها الإخوة والأخوات بعد الانتصار في معركة اليرموك تأتي الأوامر من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما شور قال عليك بدمشق مدينة دمشق حصن من حصون الإسلام مدينة دمشق التي ذكرت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الغوطة وما حولها قال عمر لأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه ابدا بحصن دمشق فانها حصن الشام اذا حطمنا دمشق اذا ادخلنا دمشق في الاسلام القرى الثانيه ستنهار وبعد معركه اليرموك بدات كل دويلاتهم كل حصونهم بالانهيار الواحده الأخرى لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال ابدأ بحصن الشام فإنها حصن بيت مملكتهم فانهد اليها واشغلوا اهل فحل بخيول تكون تلقائهم، فحل طبقه فحل اللي هي في غور الاردن المنطقه المباركه التي سطر فيها الصحابه اروع الامثله، وذكرنا عنها في حلقات سابقه بعث ابو عبيده رضي الله تعالى عنه بجيش يكون بين دمشق وفلسطين عمليه اعتراض حتى ولا جندي من الروم ياتي لمساعده الروم في مدينه دمشق مدينه دمشق الان معركه فاصله بعد معركه اليرموك وبعث بجيش يكون بين دمشق وحمص حتى نمنع المدد من الشمال اذا من الغرب ما في مدد القدس لان القدس ما زالت كانت تابعه للروم عسقلان تابعه للروم، كثير من المناطق تابعه للروم. حمص ما زالت الان تابعه للروم، لذلك سيدنا خالد بن الوليد مع ابي عبيده بعث جيش ليقطع الطريق عن الشمال حتى لا تاتي اي امداد من الروم. وكذلك من المنطقه الغربيه بدا سار ابو عبيده من مرج الصفر الى دمشق ومعه خالد وشرحبيل وعياض بن آه غنم. آه الروم في هذه المعركه كان احد قادتهم من قادتهم نسطوس النصطاس بن نسطوس وكان آه يسمى عزرائيل. فالتقى مع خالد بن الوليد وبدا بحوار قبل بدايه المعركه، معركه دمشق. فقال له انا عزرائيل وانا راح آخذ آخذك يا خالد بن الوليد. فضحك خالد رضي الله تعالى عنه وقال عبارة من مشهورة قال: أخشى أن يكون من سميت باسمه يبحث عنك ليأخذ روحك فيرميك في جهنم فيرميك في جهنم أخشى من من سميت باسمه يعني هو سمى نفسه باسم عزرائيل ان اسرائيل يبحث عنك ملك الموت الان يبحث عن روحك لياخذها فيجعلك في جهنم وقد كان ما قاله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه تقاتل خالد مع هذا الرجل فقتله فكان مصيره الى جهنم هذه المعركه كان عدد الروم في مدينه دمشق ستين الف غير قوات الاعتراف عشرين ألف وأربعين ألف تعزيزات كانت تأتيهم من دمشق من حمص إلى مدينة دمشق القوات الرومية في طبقة فحل اللي انهزمت اللي نجا منهم كلهم ذهبوا إلى مدينة دمشق احتموا داخل أسوار دمشق عدد المسلمين أربعين ألف بعث منهم عشرين ألف إلى طبقة فحل بقي حول مدينة دمشق عشرين ألف بقيادة أبي عبيدة وخالد بن الوليد الروح المعنوية هذه مهمة في أي معركة من المعارك الروح المعنوية كانت مرتفعة جدا عند المسلمين ومنهارة عند الروم المسلم لما يبدأ يأخذ معنوياته قوته من الله عز وجل لا يسأل عن شيء لا يخاف لا ينظر إلى الدنيا ينظر إلى الموت كراحة اطلب الموت توهب لك الحياة اطلب الموت توهب لك الحياة هذا قادتنا عظامنا عظماء المسلمين كانوا يقولون بهذه العبارات فلذلك الروح المعنوية عند المسلمين عالية بعد إنتصارهم في معركة اليرموك الخالدة في معارك كثيرة جدا في معارك عمان البلقاء في معارك كثيرة المعنويات بدأت بالارتفاع جدا، إذا لم يبقى امام المسلمين الان كمعركة فاصلة الا معركة دمشق، فلا بد منها. مدينة دمشق كانت مدينة حصينة، حولها اسوار ارتفاع الاسوار 6 الى 11 متر، من 6 الى 11 متر حولها عرض السور ثلاثة متر، الأبواب منيعة جدا يحيط بالمدينة خندق مملوء بالماء بعرض ثلاثة متر ودائما كانت القلاع سابقا كما هو حال قلعة عجلون وغيرها من القلاع حولها خندق مملوء بالمياه حتى الخير ما الخيل ما تستطيع أن تقتحمه الجنود ما يستطيعوا أن يقتحموه فمدينة دمشق فيها ثلاث أمتار خندق عرضه ثلاث متر مليء بمياه باردة الطين من مياه برده كانت حوله حتى تمنع عمليه حركه الخيل وحركه الهجوم على هذه المنطقه. اقام الروم بمدينه دمشق يستخدمون السهام يستخدمون كل انواع السلاح من اجل صد المسلمين عنها لكن خالد بن الوليد له عباره رائعه جدا. وقف على حصونهم وقال العباره المشهوره سواء كانت في مدينه دمشق روايه ذكروها عن قيساريه قال والله لو كنتم في السماء لرفعنا الله اليكم او لانزلكم الينا عباره من ذهب عباره يجب ان ننقش في قلوب ابناء المسلمين في عصر الذل والهوان في عصر الهزيمه في عصر استنواق الجمال والله لو كنتم بخاطب خالد بن الوليد عن الارض بخاطبهم بالسماء بقصورهم على ابراجهم والله لو كنتم في السماء لرفعنا الله اليكم او لانزلكم الينا هذه عباره الواثق بالله عباره المتوكل على الله عبارة التي يستمد النصر والقوة من الله عز وجل لا يستمدها من الغرب ولا من الشرق نحن بدأنا نرمي رؤوسنا ندفنها بالرمال نستمد النصر من الغرب ومن الشرق نستمد النصر من صليبي حاقد أو من صليبي شرقي أو صليبي غربي ونسينا أن النصر من عند الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن تنصروا الله ينصركم فلذلك خالد بن الوليد يستمد قوته من الله عز وجل حاصر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مدينة دمشق سبعين ليلة سبعين يوم وهو يضربها بالمنجنيق بالدبابات بالعرادات بكل أنواع السلاح التي كانت موجودة عنده في ذلك اليوم والحصار كان أسبوعي يعني الجيش مجموعة خمسة آلاف أنتو الحصار كل أسبوع هذا روحوا تريحوا أسبوع حتى ظل الجيش معنوياته عالية جدا لأنه هذه معركة طويلة جدا الأسبوع اللي بعديه مجموعة أخرى مجموعة أخرى كصلاة الحرب عندنا في الإسلام صلاة الحرب في حالات أنه نقسم الجيش إلى أكثر من قسم حتى نظل احنا الان في في حصار دائم وفي يقظه الى اعداء الله عز وجل. اثناء هذه المعركه سمع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ان البطر يرق حاكم دمشق قد جاءه مولود، يعني ولد له مولود فعمل طعاما وشرابا وكما نعلم ايها الاخوه الاخوات الطعام والشراب الطعام بحاجة إلى خمر عندهم لأن الخمر عندهم الآن هو أساسي من الأسس وأن كان بدأ يغزون في بلاد المسلمين بسبب تأثيرهم وبسبب بعدنا عن منهج الله عز وجل بدأنا نستهلك كميات ضخمة من الخمر اللي بدأت تدمر مجتمعنا فخالد بن الوليد لما عرف ذلك ما كان منه إلا أن تقدم إلى السور هو اللي هو خالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو وعدي ومذعور بن عدي وقالوا للمسلمين اذا سمعتم التكبير يعني اذا صعدنا على الجدار على الاسوار دمشق بدأنا بالتكبير انتم هنالك بتدخلوا واخذ خالد بن الوليد القرب على القربه دخل الى الاسوار ومعهم الحبال رموها على السور وبداوا يتسلقون على الاسوار كانوا قد اعدوها مسبقا خالد رضي الله تعالى عنه عقليه متميزه خالد بن الوليد العقليه لا توجد لم توجد على مدار الارض هذه العقليه العسكريه الحربيه التي كان يقوم بها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فما كان من خالد الا ان صعد الى السور وبدا بالتكبير مع القعقاع ومذعور فدخل المسلمون الى مدينه دمشق الابواب فتح خالد بن الوليد الابواب ودخل المسلمون وبدات المعركه طاحنه داخل مدينه دمشق بفضل الله عز وجل دائما النصر لامه محمد ان كنا مع الله فلا بد من النصر ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم إن اعتمدنا على الله لابد من النصر، ولو كان عددنا قليل بشكل كبير جدا. بعد ذلك بعد أن تم ركض اللي هو حاكم دمشق وطلب الصلح، وتمت عملية الصلح بين خالد وبين الروم في مدينة دمشق على أن يدفعوا الجزية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك مباشره خالد بن الوليد تحرك الى البقاع قريبه من دمشق بلبنان وفتحها بالسيف وشرحبيل بن حسنه رضي الله تعالى عنه اللي لازم عندنا في الاردن برامج الان لابد لنا من تكريم هذا الصحابي فاتح الاردن المدفون في غور الاردن شرحبيل بن حسنه فاتح جرش وفاتح عمان وفاتح الغور هذا الرجل الرباني اللي هو رضي الله تعالى عنه فتح مدينة فتح الأردن رضي الله تعالى فتح كل مدينة كل الأردن صلحا ما عدا طبرية التي فتحها عنوة يعني بالسيف ثم فتحت حمص وبعلبك وتدمر وغيرها أيها الإخوة الأخوات لقد زار عمر بن الخطاب مدينة دمشق بعد فتحها فلما رأى غوطة دمشق ونظر إلى المدينة والقصور والبساتين قصور فارهة بساتين رائعة بساتين غناء في مدينة دمشق فقرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين هذا هو فتح مدينه دمشق هذا هو فتح بلاد الشام دخولها الى 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 حظيره الاسلام وهي نعمه من نعم الله ايها الاخوه والأخوات الى لقائنا القادم نستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته